بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 152. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. وقفنا في الحلقة الماضية مع المؤلف رحمه الله في قوله في الأعياد المكانية المبتدعة: فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو يدعو عندها أو يقرأ أو ليذكر الله عندها أو يتنسك، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. القاعدة المجمع عليها أن العبادة توقيفية من حيث النوع ومن حيث المكان ومن حيث الزمان، فلا يشرع عبادة لم يشرعها الله في كتابه أو الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، مهما كان ذلك ومهما كانت نية الفاعل، فإن من أحدث في هذا الدين ما ليس منه فهو مبتدع. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فوصف ما يعمل من العبادات خارج ما شرعه الله ورسوله بأوصاف: أولا أنه بدعة ليس من عند الله ولا من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه شر الأمور، وإن كان صاحبه يقصد أن هذا من خير الأمور. ثالثا أنه ضلالة، وإن كان صاحبه يقصد أنه هداية. وخامسا وذلك أشد، قوله صلى الله عليه وسلم: فهو رد، يعني مردود عليه، لا يقبل منه ولا يثاب عليه. وإن كان صاحبه يقصد الأجر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين بشهادة الله سبحانه وتعالى. فمن أتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يتقرب به إلى الله ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة، فإنه يتصف هذا الدين بأنه ناقص، وأنه يريد أن يكمله بهذه العبادة التي جاء بها، وكفى بذلك إثما مبينا. فالبقاع التي تقصد للعبادة ومضاعفة الأجر لا يجوز منها إلا ما خصصه الله ورسوله، كالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم،
والمسجد الأقصى، فهذه يسافر إليها ويعتكف فيها ويصلى فيها بخاصتها. أما ما عداها من المساجد، مساجد المسلمين، فإنها سواء، لا يخصص منها مسجد دون الآخر، وإنما يصلي المسلم في المسجد الذي تسهل عليه الصلاة فيه، القريب منه ومن بيته ومن أو في بلده، ولا يذهب إلى مسجد غير المساجد الثلاثة هذا المكان. فإذا كان هذا في مسجد من المساجد التي يصلى فيها أنه لا يجوز له أن يخصص مسجدا لم يخصصه الشرع، فكيف بالذي يخصص بقاعا لا أصل لتخصيصها ويذهب إليها، كالغيران في الجبال والأشجار والأحجار وغير ذلك، يضيف لها فضلا ويجعل لها هالة من التقديس والتعظيم، كل هذا من الضلال المبين الذي ما أنزل الله به من سلطان، فهو بدعة من ناحية، وهو وسيلة من وسائل للشرك، لأنه إذا قصد هذا المكان أو هذا القبر أو هذا، فإنه على المدى البعيد يتعلق قلبه بذلك القبر أو بهذه الشجرة أو بهذا الغار أو بهذه البنية، فيعتقد أن فيها بركة وأنها تمنح الخير تدفع الشر، فيتخذها إلها من دون الله، تقرب إليها ويخاف منها ويرجوها وغير ذلك، كما هو حاصل من ابتلوا بهذه البلية. فالحاصل وكذلك الزمان، لا نخصص زمانا للعبادة لم يخصصه الشرع، ولذلك لا يجوز تخصيص شهر رجب كما سبق بشيء من العبادات زيادة على غيره، لأنه لم يثبت له خاصية، فهو كسائر الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم، فلا نخصصه بعبادة نقول إنها أفضل من العبادة في غيره، هذا تخصيص الزمان الذي لم يخصصه الله. حتى الزمان الفاضل لا يخصص بعبادة وإن كان فاضلا، إلا إذا كان الله سبحانه قد خصصه، مثل يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم فاضل، وهو أفضل أيام الأسبوع، وهو عيد الأسبوع، لكن لا نخصصه بعمل لم يثبت ونقول هذا يوم الجمعة فنزور فيه الأموات، أو يصومه بعض الناس مفردا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة بصوم، وإنما يصام تبعا لغيره، فمن صام قبله أو بعده وصامه تبعا فلا بأس، أما أن يخصص يوم الجمعة فهذا بدعة ولا يجوز، هذا مع أنه يوم فاضل، فكيف باليوم أو الزمان الذي لا فضيلة له، فيجعل له فضيلة ويتعبد فيه زيادة عن غيره إلى غير ذلك. الحاصل أننا مكفيون ولله الحمد، ما نتكلف أشياء لم يكلفنا الله تعالى بها، ولا نجعل فضيلة لأشياء لم يجعل الله لها فضيلة، فإن هذا يكون من الكذب على الله سبحانه وتعالى، ومن تشريع ما لم يشرعه الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، السلام الله عليكم. قال رحمه الله: أقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به. نعم، النذر هو أن يلتزم الإنسان عملا لم يلزمه به الشرع، فيجب عليه إذا كان هذا النذر نذر طاعة أن يفي به، فهو في البداية منهي عن أن ينذر، وإنما يفعل الخير على سعته بدون أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الله ورسوله، فيفعل الخير بدون نذر، لكنه إذا نذر فإنه يلزمه الوفاء،
لأن الله جل وعلا قال ويوفون بالنذر، وقال وليوفوا نذورهم، وقال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فقرن النذر بالصدقة، الصدقة طاعة، فالوفاء بالنذر إذن طاعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فالنذر عبادة من أنواع العبادة، وما دام أنه من أنواع العبادة فإنه لا ينذر إلا لله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله، فلا ينذر لقبر ولا لشجرة ولا لحجر ولا لي، لا ينذر لهذه الأشياء. فمن نذر لغير الله فقد أشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كالذين ينذرون للقبور والمشاهد والمقامات، أو ينذرون لمن يعمرها ومن يخدمها، أو ينذرون لها بما يصرف تنويرها وتطييبها وغير ذلك، كل هذا من الإثم والعدوان، وهو وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد سبق هذا أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة اسم مكان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني يعتقدون بركة هذا المكان ويجتمعون فيه ويذبحون فيه؟ قالوا لا. فلما تبين له صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان ليس فيه محذور، قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فدل هذا على أن المكان، على أن النذر لغير الله كالنذر للأصنام أو النذر لأعياد الجاهلية أنه لا يجوز، وإنما النذر عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نذر نذر طاعة وجب عليه أن يفي به، وإذا نذر نذر معصية فلا يجوز له الوفاء به. فالذي نذر للقبر أو نذر للشجرة أو للمكان الفلاني، هذا نذر في غير طاعة الله، ونذر أن يعصي الله، فلا يجوز له أن يعصي الله بهذه النذور التي أصبحت مظهرا من المظاهر السيئة للمسلمين، وألصقت بالإسلام واتخذها الكفار مسبة للإسلام بسبب تصرف هؤلاء. صاروا يعظمون الأمكنة والمزارات ويذبحون لها وينذرون لها ويعتكفون عندها ويحجون إليها الأيام ويعتكفون عندها، والكفار ينظرون إلى هذا ويقولون هذا هو الإسلام عندكم، عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فشوهوا الإسلام بفعلهم هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به، وأن يقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين. نعم، أقبح من تخصيص المكان الذي لم يخصصه الله ورسوله، أقبح من ذلك أن تصرف الأموال لعمارتها أو الدهن الزيتون لتنويرها وإسراجها، أو أن توظف لها السدنة والخدم أو غير ذلك، مضاهاة لبيوت الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من البدع الشركية المحدثة. نعم. قال فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء، ولا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم. نص الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذا من بل هو أعظم المعصية، النذر لغير الله أعظم المعصية، لأنه شرك وعبادة لغير الله عز وجل، ولا يجوز الوفاء به. من نذر أن يعصي الله فلا يعصه،
وإنما اختلف العلماء هل تجب عليك، هو اتفقوا وأجمعوا على أنه لا يجوز له الوفاء به، لكن اختلفوا هل يجب عليه كفارة تشبيها له باليمين أو لا يجب، لأن في بعض الروايات ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه عليه كفارة يمين، ولكن هذه الرواية لم تصح، والصحيح أنه ليس عليه كفارة. فالعلماء منهم من أوجب عليه الكفارة نظرا للرواية الواردة في هذا، ومنهم من لم يوجب عليه الكفارة نظرا لأن الأحاديث الصحيحة لم تذكرها كما في هذا الحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولم يقل عليه كفارة يمين. نعم صلى الله عليكم. قال عند علي بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم منهم أحمد المشهور عنه، وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أن يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه، والمسألة معروفة. المسألة معروفة في كتب الفقه، هل على من نذر معصية؟ هم أجمعوا على أنه لا يفعلها، لكن هل عليه كفارة يمين؟ على قولين، والصحيح أنه ليس عليه كفارة يمين، نعم، بل عليه الاستغفار. نعم. وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين أو البئر. نعم، إذا كانت هناك عين تعظم أو بئر تعظم عند الجهال فلا يجوز له أن ينذر للحيتان التي في الماء، لأن هذا من باب تعظيم هذه العين أو هذا المكان، نذره للحيتان تعظيم لهذا المكان الذي لم يعظمه الله ولا رسوله، فهو نذر معصية أيضا. نعم. وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة. وكذلك إذا نذر مالا يصرف للخدم هذه البقعة. القبور أو هذه المغارات أو هذه الآثار الشركية، إذا نذر للسدنة أو نذر أو تصدق بمال لتعميرها وإصلاحها فهذا إقامة لهذه الأمكنة التي أمر الله بهدمها وأمر بإزالتها، وهذا يعمرها وينفق عليها، هذه محادة لله ولرسوله. نعم. فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لأن هذه القبور التي تعبد من دون الله مثل اللات والعزى ومناة، هي صنم ووثن، وكذلك الذين يخدمونها ويسمون بالسدنة، هؤلاء مثل سدنة الأوثان سواء بسواء، فكما لا يجوز الصدقة على سدنة الأوثان ولا النذر لهم، فكذلك لا يجوز النذر لسدنة القبور وخدمة القبور التي تعظم. نعم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. ولا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم، فهؤلاء الذين يعكفون عندها يعكفون تقربا إليها، هذا عبادة لغير الله، وأيضا يفعلون هذا لأجل أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، الذين يتصدقون عليهم ويتبرعون لهم، فهم يتخذون هذه الأمكنة مصايد لأموال الناس. نعم. الأغرار والجهال والضلال، فهؤلاء مثل سدنة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لا فرق بينهم. نعم. والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم الخليل إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. نعم، عباد الأضرحة والقبور يعكفون عندها، بمعنى أنهم يمكثون عندها الأيام والليالي والشهور عبادة وتقربا إليها، كما يعكف المسلمون في المساجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والاعتكاف هو لزوم مكان للعبادة، فإن كانت هذه العبادة لله عز وجل وكانت في مسجد من مساجد الله
فهي عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف أصحابه وزوجاته من بعده في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال: أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا اعتكاف مشروع. أما الاعتكاف في الأمكنة المبتدعة والجلوس عندها والمكث عندها الأيام أو الشهور أو الساعات، فهذه اعتكاف مبتدع وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فإن أصحاب الأصنام يعكفون عندها: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يعكفون يعني يقيمون عندها تقربا إليها، يعكفون على أصنام لهم. إبراهيم عليه السلام أنكر على قومه عبادة التماثيل، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني تقيمون عندها وتجلسون عندها تقربا إليها؟ فهذا اعتكاف شركي. فالذي يعتكف عند القبور هذا مثل الذي يعتكف عند التماثيل التي أنكرها إبراهيم وأنكر عليهم ذلك، ومثل الذين يعتكفون عند الأصنام التي كان يعتكف عندها الكفار في وقت موسى عليه السلام، يعكفون على أصنام لهم. نعم. أحسن الله عليكم. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. صرح عليه الصلاة والسلام بالبراءة من عملهم، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، يعني من الأصنام والتماثيل، أنتم وآباؤكم الأقدمون، لأنهم ورثوا هذا عن آبائهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم ورثوا هذا الشرك عن آبائهم، فهو شرك متسلسل فيهم. ما هذه التماثيل؟ هذا إنكار. ما هذه؟ استفهام إنكار. التي أنتم لها، والتماثيل جمع تمثال، وهو ما صنع على صورة حيوان إنسان أو غيره. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي من أجلها؟ ماذا قالوا؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني تقليد أعمى. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. هذه براءة منه عليه الصلاة والسلام، منهم ومن عملهم. والولى والبراء في الإسلام أصل من أصول الإسلام. ما يكفي أنك تقول: أنا مسلم وأنا لا أعبد هذه الأشياء، ولا لا بد أن تتبرأ منها، تتبرأ من أهلها. أما إذا قلت: أنا ما علي منهم ولا، نقول: لا، أنت ما تفهم الإسلام. الإسلام براءة من هذه الأشياء. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لازم تصرح بهذا. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إلا هنا مستثنى، استثناء منقطع، استثناء منقطع، يعني بمعنى لكن. فإنهم عدو لي، لكن رب العالمين هو ولي سبحانه وتعالى. إلا رب العالمين فإني لا أتبرأ منه، بل أتولاه وأعبده. الذي خلقني، وهذه الأصنام لم تخلق، فهو يهدين، هذه الأصنام لا تهدي، إلى آخر الآيات. هذا لما تبرأ منها ذكر البراهين على بطلانها. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والذين أتى عليهم موسى عليه السلام وقومه كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. نعم، موسى عليه السلام هو المسلمون معه من بني إسرائيل لما خرجوا من مصر بأمر الله سبحانه وتعالى أن أسر بعبادي، فأسرى بهم عليه الصلاة والسلام، وعلم فرعون بخروجهم فتجهز بقوته وجنوده ولحق بهم ليبيدهم، فتبعهم إلى أن توافوا عند شروق الشمس عند البحر. توافوا عند البحر، فقال قوم موسى: إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام: كلا، أي لا يدركنا أحد، إن معي ربي سيهدين. ما دام أن الله معه فلن يدركه أحد. كلا، إن معي ربي
سيهدين. في هذه اللحظة أمره الله أن يضرب البحر بعصاه، فضربه بعصاه فتجمد وصار جبالا من الجليد من الثلج، وصار طرقا على قدر بني إسرائيل، 12 طريق على قدر أسباط بني إسرائيل. فمشوا عليه وخرجوا منه من الجانب الآخر. فلما خرجوا منه تبعهم فرعون وجنوده ودخلوا في البحر يمشون عليه، فلما تكاملوا فيه أطبقه الله عليهم وأغرقهم. الحمد لله. فهذا معنى قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. لكن لجهلهم، مع أنهم مسلمون ومع نبي الله وكليم الله، دب إليهم التقليد، دب إليهم التقليد الأعمى، فأتوا على قوم يعكفون على، يعني مروا بقوم يعكفون على أصنام الله، يعني يقيمون عندها تعبدا لها. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكرهم بنعمة الله الذي أنجاهم، فكان الواجب أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لكن أخذهم التقليد الأعمى والتشبه بالكفار خطير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فأخذهم التقليد والتشبه، وطلبوا من موسى أن يجعل لهم أصناما يعكفون عندها، وهذا لجهلهم. قال إنكم قوم تجهلون، هذا لجهلهم، والجهل آفة قاتلة. فالحاصل أن من يعبد هذه الأشياء التي لم يشرع الله سبحانه وتعالى عبادته فيها، فإن هذا من وسائل الشرك ومن البدع المحدثة ومن كيد الشيطان لبني آدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاور بها نذر معصية. نعم، النذر لهذه الأمكنة المعظمة التي لم يعظمها الله ورسوله، وليست أمكنة لعبادة الله، وإنما الخلق هم الذين جعلوا لها تقديسا وجعلوا لها مكانة مزعومة، واعتقدوا أنها تنفع وتضر، أو أن الله يتقبل الدعاء عندها ويقضي حوائج من أتى إليها. زين لهم الشيطان هذه الأمور فاتخذوها. فالذي يعينهم على هذا ولا ينكر عليهم هذا يكون آثما إثما عظيما، كالذي يتبرع لهم بالأموال لعمارتها ولتحسينها ولإسراجها وغير ذلك، أو يجعل ما يعين المقيمين عندها والموظفين عندها لخدمتها، يجعل لهم رواتب. هذا قد أعان على الباطل وشاركهم في معصية الله سبحانه وتعالى، فعمله هذا باطل لأنه تعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي حمد العزاز، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.